قد انتهينا في اللقاء السابق من خواطرنا حول قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وبينا أن قول الله سبحانه الحر بالحر لا يعني أن الحر لا يقتل بالعبد، والأنثى بالأنثى لا تعني أن الأنثى لا تقتل إلا بالأنثى فلا تقتل بالذكر، وإنما قلنا أن الحق سبحانه وتعالى واجه بذلك التشريع قضية كانت قائمة في القتل الجماعي، فكانت إذا نشأت معركة بين قبيلة وقبيلة فقتل عبد من قبيلة أصرت القبيلة الأخرى على ألا تقتل عبدا به وإنما تصعد الثأر فتأخذ به حرا، وكذلك أنثى تأخذ بها ذكرا. فالحق سبحانه وتعالى قال: لا، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. إذن فهو يواجه قضية تصعيدية في الأخذ بالثأر، إن قتلت قبيلة أنثى تصر القبيلة الأخرى أن تقتل ذكرا، فأراد الله أن يقول له لا. إذن فهو ردهم إلى الأدنى، وإذا قتلت قبيلة عبدا أصرت القبيلة الأخرى أن تقتل، إذن فهو يشرع في القتل الجماعي. أما في القتل الفردي فإن القاتل يقتل به من قتله ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، لأنها جاءت آية أخرى قال: وكتبنا عليهم بأن النفس بالنفس. مطلق نفس بمطلق نفس. الله. نعم. وبعد ذلك قلنا أن الحق سبحانه وتعالى يواجه بتقنين تشريع القصاص قضية تميت لدد الثأر وحنق الحقد، فيعطي ولي الدم الحق في أن يقتل. قلنا حين يعطى الحق في أن يقتل يصبح الأمر بيده، فإن عفى لا يكون العفو بتقنين وإنما بسماحة نفس. يبقى امتص منه الإيه؟ الغضب، امتص منه الغيظ، امتص منه الحقد. وبعد ذلك رقق الله قلب ولي الدم فقال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ووقفنا في الآخر الحلقة السابقة عند قوله: عفي له من أخيه شيء. كلمة أخيه دي ترقيق، يعني إياك أن تظن أنك حين قتلته أو حين قتلك انتهت أخوة الإيمان، لا، اعتبر له أخوة وأنك ستستبقي إيه؟ أخيك. يبقى إن فقدته ما تفقدش مسألة أخوة الإيه؟ الإيمان. وبعد ذلك تسام في ترقيق العفو أن يقول: عفي له من أخيه شيء. قد يكون أولياء الدم كثير فيعفو واحد ولا يعفو الآخر، فيقول: لا، إذا عفى واحد قضية العفو هي التي سادت، بدليل أنه ما قالش فمن عفي له أخوه، لا، شيء من، يبقى أي شيء من كاف في أن يسقط الإيه؟ يسقط الحق في الإيه؟ في القتل والقود، ويبقى الأولى. وبعد ذلك انظر إلى دقة تصفية غضب القلوب، يقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. اتباع بالمعروف
إذا كانت الدية التي ستؤخذ من القاتل وتعطى لولي المقتول فلا يقال فيه اتباع لأن القضية انتهت. قوله فاتباع بالمعروف يدل على أن الدية مؤجلة كمان، الدية مؤجلة كمان. وبعد ذلك أعطى لنا طريقة الأداء والاقتضاء، لأن مدام مؤجلة تريد أداء وتريد اقتضاء. أداء من مين؟ من القاتل. واقتضاء من مين؟ من ولي المقتول، ولي الدم. فاتباع بالمعروف من لمين؟ اتباع من مين؟ من ولي الدم. معنى اتباع يعني يتابع المسألة، يقول له فين يا عمي الله، أكن ما فيش لسه دي اندفعت، أكن لسه دي ما اندفعتش، حتى تبقى شكك. تبقى إيه؟ شكك. وبعد ذلك قال وأداء إليه بإحسان. يبقى ولي الدم يتبع بالمعروف والثاني يؤدي بإحسان. هنا احنا حين نأخذ لقطات الأداء القرآني لازم نفهم الذي يتكلم الله. تبقى تقول له وهل إذا أخذ ولي الدم الدية من القاتل أو من عاقلة القاتل أتكون إحسانا أم حقا؟ مش إحسان. فكيف يقول الله فيها وأداء إليه بإحسان؟ نقول له لا، افهمها بوجه آخر أليق بكلام الله. ليه؟ لأن ولي الدم حي القاتل وأهل القاتل بأنه أسقط القصاص، فوجب عليكم أن تحيي بأحسن منها. يبقى كلمة إحسان هنا من إيه؟ من أحسن يحسن، تحيي بأحسن منها. فيبقى ما تتعبوش في الاقتضاء، ما تتعبوش مش على أنه هو إحسان من، لا، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو إيه؟ أو ردوها. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. في التوراة ما كانش فيه دية، قود يعني قود، قصاص يعني قصاص. في الإنجيل لا دية ولا قود، لأن على مبدأ اللي يضربك على خدك اليمين دور، لأنها جاء فيها شيء من المحبة شيء من الرحمة عشان تستل من اليهود. فقال ربنا قال أنا أبقيته ولكني تركت للفضل مجالا، أبقيته وتركته، فذلك إيه؟ تخفيف من ربكم إيه؟ ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك يبقى له عذاب أليم. ما وجه الاعتداء بعد هذا؟ كانوا قديما إذا قتل واحدا أهل المقتول يشيعون أنهم عفوا حتى يخرج القاتل من مخبئه. فلما يشيع أنه عفوا يقول لك لا هناخد الدية وخلاص وانتهينا، يقوم القاتل إيه؟ يطمئن ويخرج، يقوم يشوفوه خرجهم ينكلوا عن العمل. قال لك ده يبقى ايه؟ اعتداء. من اعتدى بعد ان قبل ان يسقط القود ويأخذ الدية فله عذاب ايه؟ أليم. مدام كلمة فله عذاب أليم دي، يبقى الله حكم بأن من اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يبقى دليل على انه لا يقبل منه دية القتل الثاني. لأن مدام ألف له عذاب أليم، لأنه إذا قتل قصاصا أو دفع دية يبقى كفرته وانتهت المسألة، وعذاب الآخرة رفع عنه. إنما قول الله فله عذاب أليم يبقى معناها أن لو أن قاتلا ستر نفسه وأعلن أولياؤه أنهم إيه؟ أنهم عفوا عنه، يخرج الإيه؟ القاتل. بعد ما يخرج القاتل يبقى الذي يفعل به قتل يبقى معتدي. ومعنى فله عذاب أليم ما يجيش قال يقول له طيب مش احنا كنا رضينا انك احنا برضو ناخد منكم الدية ونسيب
ونعمل قوض نقول له لا دي لا ما تنفعش لان ربنا قال فله عذاب أليم، فحكم بان له عذاب في الاخره، وما دام حكم بان له عذاب في الاخره يبقى معناها انه ما يسقط عنه الله. فمن اعتدى بعد ذلك فله ايه؟ فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياه. تلاحظ النسق القراني انه يجيب عليكم ولكم. يا ايها الذين امنوا ايه؟ كتب عليكم، وبعدين هنا قال ايه؟ لكم. يبقى كأن في التشريع الدقيق كل عليكم مقابلها لكم، وكل لكم مقابلها عليكم. ما فيش تشريع لواحد لكم كله، ولا فيش تشريع لواحد عليكم كله. يبقى كل تشريع لكم هو لازم عليكم. ليه؟ لان احنا ما دمنا جماعة، ان كان لك حق يبقى عند الجماعة ولا لا؟ امال هيبقى عند مين؟ طب وان كان عليك واجب؟ الله موجود الجماعة. الله. يبقى اذا كل واحد منا عليه ولا هو. فساعة ما تيجي عليه يبقى لازم تيجي ايه؟ لازم تيجي له. ولذلك قلنا ان علشان شفت سمو التشريع انظر ما كان عليك منه وقارنه بما لك منه، تطلع المسألة عدالة. ليه؟ لأن الذي يشرع ليس واحدا منكم، إنما هو ربكم جميعا. وما دام ربكم جميعا يبقى ما فيش واحد أولى بالله من الآخر. يبقى إن جعل عليك في شيء فهو لك، وإن جعل لك فهو عليك. لكن عليك تفيد الغر عليه، مش كده؟ ولك تفيد الحق والملكية، مش كده ولا لا؟ فقدم عليك لأنها هي اللي إيه؟ هي اللي فيها الغرم شوية. وبعدين أخر لك، لأن لك دي أنت ما تجادلش فيه، اللي لك مش هتجادل فيه، إنما تجادل وتزعل من إيه؟ من اللي عليك. يجيبها الأول، يجيبها إيه؟ الأول عليك. طيب بالله يقولوا لي بقى لما يقول كتب عليكم القصاص، على مين كتب القصاص؟ علينا كلنا. على القاتل وعلى المقتول وعلى ولي الدم وعلى ولي المقتول، كلهم داخلين في عليكم. ليه؟ بمعنى انه اذا علم القاتل ان الله كتب عليه القصاص فبمدلول عليه ده لازم يروح يسلم نفسه. الله يفتح عليك. ووليه ما يحاولش انه يداريه برضو عليه، والذي يعلمه عليه، واللي يعرفه عليه، والحكومة عليه. يبقى إذن كل واحد له مدخل في عليه، وكذلك كل واحد له مدخل في له. لكم في القصاص حياة، يعني يا قاتل انت لك حياة. ليه؟ لأنك لو تنبهت إلى قضية القصاص وأنك إن قتلت فستجد مجتمعا خاصا من أبيك وأمك وإخوتك وقبيلتك هي اللي تسلمك، تقوم تقول يا خرابي، وتجد والي عادل حياخدك، مش كده؟ يقوم تقول ما تقتلش. يبقى تحقن دم نفسك ولا لا؟ أيوة. يبقى لك في القصاص حياة. الله. لك في القصاص حياة. يبقى إذن احنا بنجيبها في القاتل نفسه. مش في غيره، يبقى في غيره اولى. ولكم في القصاص ايه؟ يبقى كل واحد عليه القصاص، وكل واحد له في القصاص ايه؟ له في القصاص حياة. لو لم يجي النص الاخر مع النص الاول كان يبقى تشريع اعرج، انما لازم يبقى التشريع عدل تشريع. والا فلما يكون علي انا يبقى المين؟ لازم لنا حد. ولما يكون لي يبقى على مين؟ يبقى اذا على لازم تقتضي لي، وليه لازم تقتضي ايه؟ ولازم تقتضي على. ومين واهب على ومين واهب لي؟ رب. يبقى نرضى بعلى ونرضى بلي. ولكم في القصاص حياة. انظروا الى الدقة التي تحمل الحيثية. يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، وسمي العقل لب والعقول ألباب. ليه؟ لأن ده هو الجوهر المراد من الأشياء،
ده هذا لب الشيء لب. فبقول لك يا أولي الألباب كأن غير أولي الألباب لن يلتفتوا إلى الحكمة، وغير أولي الألباب هم الذين يجادلون والقصص ونقتل ما بزيادة، فقدنا وعد حنفقد التاني. إيه الوحشية دي؟ نقول له أنت عايز تخرج نفسك من أولي الألباب. آه أنت عايز تخرج نفسك من إيه؟ من أولي الألباب. اللي يقول كده يبقى ما عندوش إيه؟ ما عندوش لب. لعلكم تعقلون الحكمة في تقنين العقوبة، لأن الحكمة في تقنين العقوبة ألا تقع الجريمة، مش الحكمة في تقنين العقوبة أن تقع الجريمة، لا. ولذلك قلنا سابقا أن الذي يحفظ التوازن في العالم بين قوة، لو أن العالم في قوتين عظميين الآن، وبعد ذلك القوتين العظميين غير متفقتين على قانون ولا على نظام، بل يشاء الله بالنظام الفاقع هنا والنظام الفاقع هناك انهم مختلفين. لو متفقين كان يبقى خلاص متعايشين، ويا بعض وده واخد الشرق وده واخد الغرب. انما ربنا يبدي لنا ان النظامين مختلفين، وكل نظام يحمل للنظام الاخر الايه؟ الكراهية والعداوة والبغضاء، وده يريد ان يسيطر نظام وهذا يريد ان يسيطر، يبقى في عداوة. طيب ايه اللي ما بيخليهمش يتفانوا؟ يعني يعملوا عملية كده ويفنوا بعض وتنتهي؟ خوف العقوبة، خوف الرد. ده يعود يخاف يعمل حاجة للتاني ايه؟ يرد عليه. بلك لو كانت قوة واحدة طاغية كتير اللي عايزها تعمله وتنتهي، انما تقول لك انا عملت ذرية يمكن يعمل هو هيدروجونية. يبقى اذا خوف العقوبة هو اللي عامل ايه؟ هو اللي عامل التوازن، توازن في معسكرات العالم. وبرضه خوف العقوبة هو اللي بيعمل التوازن في الافراد. افرض ان شارع كده وفيه ولد فتوه وشايف نفسه كده وبده يضرب واحد قلم ولا حمل حاجه، قام واحد قال له قال ده اخوه اكبر منك ان ضربته قلم هيجي يفطسك. الله، يبقى خوف العقوبه هو اللي عمل ايه؟ لو ما كانتش كده كانت يحصل ايه؟ يبقى اذا تشريع العقوبه ليس معناه ان تقع الجريمه، ولكن تشريع العقوبه معناه ان لا تقع. فاذا ما اجترا واحد واوقع الجريمه يبقى ليس من العدل ان نفلتها بقى، ان تعالم بالجريمه يبقى لازم يتعالم بالعقاب عليه. ولذلك يقول الله في مساله هذه وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين، لازم يشهدوها ويشوفوها كده. الذي يشوفه مؤفترى لازم يشوفه معاقب، عشان تستقر توازن الأشياء في النفس البشرية، لأنه لو مالت بما مسألة العالم يفسد. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ليعالج قضية اجتماعية أخرى. بعد ما يعالج قضية اجتماعية في أساس الحياة وهو إزهاق الروح بالقتل، يأتي ليعالج قضية في إزهاق الحياة وذهاب الروح لكن حتف الأنف، يعني مش بسبب قتل ولا أي حاجة، موت طبيعي، موت طبيعي. فكأنه عالج قضية موت بالجريمة وقضية موت بالقضاء والقدر. إيه هي القضية؟ والقضية اللي هيعالجها دي علشان تعدل التوازن الاقتصادي في المجتمع، دي بتعدل. دي القضية السابقة عدلة التوازن الجريمي في المجتمع، توازن العقابي، توازن الجنائي في المجتمع، دي عايزة تعمل توازن اجتماعي في المجتمع، وبرضو لها صلة بالموت وبإزهاق الروح وإلى آخره. بس دي بسبب قاتل وده بغير ايه؟ بغير سبب. قال ايه؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. أولا يجب أن نلحظ دائما أن في التقنين يقول الله دائما كما قلنا كتب عليكم. كتب، طب ومن كتب؟ الله. طب ما هو كتب، هو الله. طب ليه ما قالناش الله كتب عشان يدي التقنين كده مهابة وقوة وعظمة
قال لك اه صحيح ويديه هبة وعظمة. انما الله لم يكتب عليك اعتباطا، والله لم يقتحم عليك اختيارك ليكتب عليك كده، ولكنه تركك وعرض نفسه لتؤمن به، فان امنت به يبقى ارتضيته الها مشرعا، وما دام ارتضيته الها مشرع يبقى حين يكتب يبقى انت اشتركت وياه في الكتابة. الله يبتعليك يا شيخ. يبقى مش هو اللي كتب بقى، انت دخلت في قضية الايمان باختيارك، وما دمت قد دخلت في قضية الايمان باختيارك لم يقتحم الله عليك اختيارك، بدليل ان الذي كفر به لم يكتب عليه. الله شوف حتى شوف شوف ازاي العذلة، شوف الرحمانية، شوف الرحمية من الحق. الذي كفر به لا يكلفه، والذي امن به واحبه واقتنع به وقال ما فيش اله الا انت واداك صفات الكمال. الله ايه الحكايه دي بقى؟ الذي كفر به يجعله حر في الاختيار كده ويسيبه، والذي امن به واحبه يقيد اختياره ويقول له اعمل دي وتعمل، ما يدل على ان التكليف شرف. الله الله، ولذلك خص به المحبين المؤمنين به ولا الدهش للكفار. فلو فطن الكفار الى هذه الى ان الله اهملهم لانهم لم يؤمنوا به لحز ذلك في نفوسهم، ولاعتز كل مؤمن بتكليف الله له، لانه كيف يفسر ان الله كلفه ومعنى التكليف انه اخرجه عن اختياره. حين يخرجه عن اختياره دي نتيجة ايه؟ نتيجة انه امن به. الله ده امن به يعني احبه، يبقى مدام احبه مش يديله الحاجة الحلوة فكأن التكليف حلو. كأن التكليف حلو، ما ادهش الا لمين؟ الا لمن امن به. ام قال ولذلك ادتوش لما امن به يجب ان تفطن الى انك انت حييتني بالايمان وانا حييتك بالتكليف، وده احسن من الايمان كمان. ليه؟ لان ايمانك به لا ينفعني وتكليفي لك ينفعك. يبقى ادى باحسن منها ولا لا؟ ادى باحسن منها. يبقى شوفوا الحظ بقى، ان الكافر حين لم يؤمن بالله لم يعطه الله شرف التكليف منه بل اهمله، كما تهمل اي واحد يخرج عن ارادتك. واللي بينصح لك يقول له اعمل دي وودي دي وهدي واعمل دي والتاني ولا لك دعوه بها. يبقى اذا يجب ان يفطن المؤمن الى عز التكليف من الله، الى عز التكليف من الله. يبقى التكليف مش ذل من الله. واحد يقول لك تكلفني ويقيد حركتي واللي انا عايز اعمله يقول لا ما تعملوش، يقول لي ايوه ما بكلفش الا محبينه. ما كلفش الا مين؟ الا من احبه وامن به. يبقى كتبه معناها ايه بقى؟ انك اشتركت بحبك لله وايمانك به في ان يكتب عليك، بدليل ان الامر اللي مالكش بدخل يقول كتب الله لاغلبن انا ورسلي، اللي مالكش انت فيه دخل، انما انت ايه لك هنا ايه دخل هنا لك ده. ولذلك قال ايه؟ كتب. وكلمة كتب كده تلحظ بها ايه؟ طب ما قالش ليه فرضة اوجب؟ ام قال لك لان عادة لا يكتب الا الشيء الذي نحرص على بقائه، لان دوك يمكن يضيع، يبقى معناه كتب يعني مسجل ولا لا؟ إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. الله. هنا شرطان، ويمكن فهمتم مما سبق أننا عندنا شرط بإذا وشرط بإن. أيوة. إذا جاءك زيد فأكرمه وإن جاءك زيد فأكرمه، ده شرط وده إيه؟ شرط. بس إذا تقولها في الأمر المتحقق، وإن تقولها في الأمر اللي فيه إيه؟ ودي ليه إذا؟ أما قالك لأن إذا دي ظرف، ظرف يعني زمن، إنما إن حرف شرط بس، إنما إذ فيها إيه؟ إذا ديا فيها إيه؟ أداة شرط وظرف لإيه للحدث، وإحنا عارفين إن كل فعل عايز زمان ومكان ولا لأ؟ فإذا جاب لك في الشرط زمان ويبقى الفعل حيجي ولا ما يجيش؟ يبقى حيجي، إنما إن ما فيهاش. انما ايه؟ ولذلك لاحظ بقى الدقة، الذي يتكلم رب
الله. شوف بقى، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، ما قالش إذا ترك خيرا الوصية، قال إن ترك. فهنا شرطين، شرط بإذا وشرط بإيه، لأن أصل مسألة مجيء الموت دي أمر متحقق، إنما كونك تترك ثروة دي مش صح، صح ما يصحش تجيب وما تجيب. يبقى المسألة من الكلام جزافا كده. الله سبحانك يا الله، كلام رب وبيضع كل لفظ على إيه؟ حكمة. آه، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، إن ترك إيه؟ خيرا. كتب عليه إيه؟ الوصية. شوف كتب عليكم برضو لازم هتاخد وكتب لكم، لان الوصيه تبقى من مين؟ مش من موصي، لمين؟ موصي عليه. تبقى عليكم هتولد مين؟ لكم. تولد لكم. الله، يبقى في طرفين برضو، عليكم ولكم. يبقى كل عليكم لازم لها ايه؟ لازم لها لكم. ده كلام عام. طب وايه الحكايه دي؟ ام قال لك اهو ده الاستطراق الاجتماعي. طب نشوف الوصيه لمين. اولا ان ترك خيرا، كلمه ان ترك خيرا ويشرع الله لها، معناها ان الله يحب من عبده ان يضرب في الحياه ضربا يسعه كما قلنا، ويسع انه يترك حاجه، لان معنى يترك حاجه ان طاقته في الحركه كانت اكثر من حاجته، مش كده ولا لا؟ طاقته في الحركه كانت اكثر من مين؟ اكثر من حاجته. طيب خير دي يبقى هو ايه؟ قد ايه يعني الخير دي؟ ام قال لك الخير ده هو ما يتعرف على انه خير، يعني مال يقال انه خير، انما هل لما واحد كده نلاقي عنده 10 جنيه كده نلاقي خير؟ مش خير ولا حاجه. ولذلك مره اقول لك 60 دينار، مره اقول لك لا 100، لا 1000، لا اذا السعر الاقتصادي في الخير كل زمن بحسبه، كل زمن بحسب. يبقى زمان مثلا قبل كده مثلا لو كان واحد ترك 1000 جنيه كانت تبقى رقم ايه؟ قياسي. انما بقى لو ترك النهارده نقول له ما ينفعوش خلو وشقه، ما يجيبش، يبقى ما هوش خير ده. يبقى اذا الخير انما يقدر في كل امر بايه؟ ولذلك لم يربطه الله برقم، عشان دي مسألة ستتحكم فيها ايه؟ ظروف الاشياء. يمكن لو 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 قال لك مثلا ان ترك قد كده نقوم نقول له ايه قد كده دي ما عادش تنفع خالص، مش كده ولا ايه؟ الجنيه اللي كان بكام جنيه نحن ادركناه وصرفنا منه، وكنا ناخد 5 تعريفة، انتوا ما شفتوش التعريف، 5 تعريفة نحطهم على جنيه الذهب ونروح ليني في متغمر نقول له خد يا ين الجنيه الذهب ده وخد ال5 تعريفة دول واديني جنيه ورق مصري. يعني جنيهنا الورق كان بكام؟ بجنيه وخمسة تعريفة. جنيه انجليزي ذهب زي اللي بتشوفه ده اهو اللي سعره بقى 100 وكذا دي 106. ها؟ 106 دي، وتدفع على الجنيه الذهب كمان ايه؟ قرشين ونص. قرشين ونص، لان كان رصيد جنيهك اكتر من نقد المتداول، مفهوم؟ يبقى لما كان يجي بقى يقول لنا نقول له لا ما ينفعش دلوقتي، وده ايه تنفع ما تنفعش. يبقى قول الله ان ترك خيرا ما تعلم ما تعلم انه خير بالمعروف، الامر الايه اللي العرف يقدر ان هو ايه؟ خير. طيب خد بالك بقى من العبارة، كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية. حضر الموت، طب هو ساعة ما يحضر الموت ده، ده عملية النبي نهى عنه، ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. يبقى إذا حضرت أسباب الموت، وإلا إذا حضر الموت في الغرغرة هو هيبقى بباله والدين ولا أقربين ولا مال ولا ولا العبارة كتب عليكم الوصية. وما هي الوصية يا رب؟ أن يقول كل واحد منكم إذا حضرني الموت فللوالدي كذا وللأقربين كذا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك طلب منا أن كل واحد يبات ووصيته تحت إيه؟ تحت راسه. يبقى إذن كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني حضرت إيه؟
أسباب، أو أن الله أمر بالوصية بحيث تنفذ وتصير واقعا عند الإيه؟ عند الموت، لكن توصي وأنت إيه؟ حريص صحيح من الإيه؟ من الأول. طيب، وحكاية الوصية للوالدين والأقربين، شوف الوالدين حتى تعرف إن الوالدين ما تسمهمش قرايب. فوق مستوى القرابة. فوق مستوى القرابة دي ملا. طيب يا أخي، مدام فوق مستوى الله، لأنك منهم، أنت منهم، والقرابة بسببهم، لأن القرابة إما أن تكون جاية من ناحية الأب أو من ناحية الأم. ما يسميش قريب اللي جاي منه القريب، ما تسميش قريب، ده أصل. طب وكيف يأتي الوالدين والأقربين؟ قال لك إيه، وخد الملحظ بقى ده، الناس دائما لافتين. يعني ايه لافتين؟ يعني يلتفت دائما الى ما ينجب لاولاده ويهمل مين؟ من انجب. ليه؟ لانه يقول لك ده اصله مودع، يعني انا هعمل له ايه ده؟ خلاص يوم بده يدي كل الايه؟ الحكايه للايه؟ للاولاد. والقريب دي اللي ملوش عصب قوي علشان تديله. فاذا ربنا بده يحمي ضعيفين، يريد ان يحمي ايه؟ ضعيفين. ضعيفين، ضعيف بالايه؟ الوالدين، وضعيف بالايه؟ بالقرب اللي هم ما. طيب ودي كانت امتى؟ ام قال من الجائز ان يكون ذلك الحكم كان قبل تشريع الميراث، كانوا بيدوا لاولادهم كل حاجه، فأراد الله أن يخرجهم من إعطاء أولادهم إيه؟ كل شيء، إلى أنه يخرج بس بالوصية. ثم حدد هو الوصية، الأول قلب وصم وبعدين حدد بالميراث الإيه؟ نقول له طيب تعالى، وحدد بالميراث الوصية للوالدين بقت ميراث، لكن الأقربين التانيين اللي ما يرثوش ما حددش، تبقى بقي في حقهم الوصية ولا لا؟ وأخذ الوالدان حقهما اللي كان وصية الأول، يبقى ياخدهم بالإيه؟ بالميراث. أو بقي الأمر بالوصية للوالدين اللذين لا يرثان. طب والوالدين ما يرثوش إزاي؟ أما لك يمكن كفرين وصاحبهما في الدنيا إيه؟ معروف. يبقى إيه؟ يبقى ادينهم. يبقى ممكن دي وممكن دي ولا لا؟ وبعد ذلك إذا جاء بالحديث وقال لا وصية لوارث، لا وصية لإيه؟ لا وصية لوارث. يبقى الوارثين ما لهمش إيه؟ وصية، ما لهمش وصية. يبقى هنا تحدد الأقربين بأنه اللي هم اللي إيه؟ اللي ما يورثوش، ولا وصية لهم إلا أن تجيزه الإيه؟ الورثة. تجيزه الورثة. كلام عالم. انظر بقى إلى المسألة الاجتماعية، الاستطراق الاجتماعي اللي معمول. أولا، ذكره حين يحضره الموت إن من شرفه كده إنه يعمل وصية، عشان كل واحد يضرب في الحياة ها؟ لأن تترك ورثتك إيه؟ أغنياء، خير من أن تتركهم عالة يتكففون. ليه؟ لأنك إن ضمنت قدرتك الآن فأنت لا تضمن قدرة من يأتي منك. يبقى استغل قدرتك بقى واعمل شغلك، يمكن يطلعوا كل اللي انت هتجيبهم ايه؟ عاجزين مثلا. فيحنن الحق سبحانه وتعالى الطاقة الإنسانية في الإنسان، إن الإنسان ايه؟ يعمل ويترك ايه؟ ويترك خير. ولذلك النبي يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. ليه؟ ليشجع الناس على ايه؟ على الحركة. ومدام كل واحد عايز يتحرك في الحياة، يوم يقول له ان تركت بقى خير، اياك ان تقصره على من يرث. ليه؟ لان ان قصرت على من يرث ستزادف في حياتك اشياء ممن لا يرث، وله شبهة القرب منك بانه يحقد على كل نعمة عندك. لكن حين يعلم كل قريب أن النعمة عندك قد يناله منها شيء ولو بالوصية إن لم يكن بالتقنين الإرثي، يوم يفرح بالنعمة عندك. وكل ما تكون النعمة عندك كويسة ينبسط. ليه؟ على أمل أنها ستعود عليك.
يبقى قول الحق سبحانه وتعالى كتب عليه إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. إما أن تعتبر هذه الآية هي أول توزيع للثروة قبل أن يوجد قانون الميراث، أو قانون الميراث برضه هو الذي حدد، بس حدد الإيه؟ الوصية للوالدين بعد ما كان أمر شائع كده عمل له حق إيه؟ ميراث. لكنها بقيت في مين؟ في الأقارب. في الأقارب. الحق سبحانه وتعالى ساعة ينظر إليك على أنك أيضا قريب لميت ترك خيرا. طب أنت لما تكون قريب لميت ترك خير كنت تحب أن ربنا يعمل لك حاجة ولا لا؟ يعمل لك حاجة. طيب وإذا كان القريب بعاطفة القرابة للحي اللي عنده خير بيقابله يعطيله كذا يشوفه محتاج يديله وبعد ذلك يموت يموت لا وما يقعدش يأسف أن الخير انتقل لأبنائك أو لوارثيك. الخير انتقل لمين؟ برضو ناله من مين؟ ناله من الخير. أعمال بيستبقي في الناس إيه؟ وشائج الحب ووشائج الإيه؟ ووشائج المودة. بعد ذلك حق سبحانه وتعالى بده يعمل تشريع يقول لك أنا لا أفترض في كل موص أن يكون على حق، ولا كل موص له وارث أن يكون على حق، ولكنه احتاط لهذا واحتاط لذاك. فساعة يحتاط من جانبي الوارث والموصى له لأنهم هيبقوا الاثنين إيه؟ طرفين بقى. ما هو لأن الموصى له حين يأخذ حظه من الوصية سينقصه نصيب المين؟ نصيب الوارث. يبقوا هما الاثنين في إيه؟ على الطرفين نقيم. طيب قال في الحتة دي بقى يريد الحق سبحانه وتعالى انه يعصم للطرفين الاثنين الذي وصى والموصى له والوارث. ام قال لك فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلون. كلمة سمعه دل على ان الوصية في الاصل فيها انها تقوم بالايه؟ شفوي. ليه؟ لأن الوصية إن كانت بالكتابة الكتابة تحدد لونها عند من يستطيعون الكتابة، إنما حتة الكل دي يعني الكل مشترك فيها ولا لا؟ أيوة. فجاب الأداة اللي الكل مشترك فيها. إذا جيت توثيق دلوقتي وشهر عقاري ومش عارف إيه وتسجيل خلاص انتهت المسائل. فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه والذي وصى برئت ذمته. والذي وصى برئت ذمته. طيب انت دلوقتي احتطت من تبديل وصية الموصي جه في الناحية الأخرى فمن خاف من موص جنفا أو إثماً فأصلح بينهما أصلح بينهم يعني مش فيه بقى أكن فيه نزاع. النزاع بين مين ومين؟ بين الوارث وبين الموصل. فمن خاف من موص جنفا. هنا كلمة جنف وهنا كلمة إثم. الجنف هو الحيف والميل والجور، والإثم برضو هو مخالفة ما أمر به من جانب الشرع. طب ما هو يبقى ظلم برضه وجنف؟ قال لك لا، خد أصل اللفظ. الجنف أصله أن يخلق الإنسان على هيئة إن فيه جانب أوطى من جانب، يعني متضع عن جانب. في ناس تلاقيها كده يبقى ميل أحد الجانبين عن الآخر، ده اسمه إيه؟ جنف. ويقال للرجل أجنف. إنما أله خيار في أن يكون أجنف؟ ملوش خيار. إنما إذا أسن يبقى علم الذنب ومع ذلك ارتكبه،
يبقى له خيار فيه ولا لا؟ له خيار. يبقى فمن خاف من موص جنفا اي حيفا ظلما من غير تعمد ملوش خيار فيه، ما يعرفش، او اسم يبقى عارف. يبقى لما تشوف كلمة جنف تقوم تعرف ان ايه؟ ان ملوش يعني فيه عمدية. ليه؟ لان الانسان كونه يخلق وجنب منه اوطى من الاخر ملوش فيها خيار. يعني هيعمل ايه تاني؟ يعمل ايه هو بقى؟ طيب يعني لم ان مشي وعمل كده يبقى بايخ، مش كده ولا لا؟ فمن خاف من موص جنفا. انظروا بقى الى دقة التشريع القرآني. ما هو تشريع قرآني عمال يشحن لك كل ملكاتك لتتلقى التشريع، يشحن كل ملكاتك لتتلقى التشريع. لكن التشريع البشري يقول لك مواد جافة. بقى التشريع البشري يجي فيه زي ما قلنا، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء. ده عمال بيخاطب الملكات النفسية كلها. أهينه فمن خاف من موص جنفا. يبقى بعد أن عالج قضية التبديل، مفهوم؟ تبديل ما وصى به الميت، عالج قضية أخرى، وهو إن نعالج وصية الميت نفسه. فمن خاف من موص جنفا، ما معنى الخوف؟ الخوف هو توقع شيء يؤلم، بس زمانه مش دلوقتي مستقبل. يحصل خفت كذا، يعني ايه؟ خفت ان يحصل كذا، يحدث كذا، شيء يؤلمني هيجي بالله. طب فمن خاف من موص جنفا، طب ازاي تخاف؟ ده امر واقع، الموصي وصى وانتهى. ان كان جنف ولا ان كان اسم تبقى خايف ازاي؟ ده حاجة وقعت بالفعل. فمن خاف نتيجة وصية من موص، يا سلام، فكأن الذي يسمع الوصية لا بد ان يقيسها على منطق الحق والعدل وتشريع الله. فان كان فيها مخالفة لازم يراجع مين؟ الموصي. يراجع الموصي. وكلمة خاف تدل على الوحدة الإيمانية في نفوس المسلمين، لأن لا هو من الورثة ولا هو من الموصى لهم ولا هو الموصي، إنما واحد كده. شوف بقى التكامل الإيماني، إن أي قضية تمس أي مؤمن لازم تمس الكل. وإذا حصل جنف من هذا لازم ده يخوفني نتيجته، وإذا حدث منه اسم ده أخاف نتيجته. يبقى شوف الوحدة الإيمانية إيه شكلها. مش الإيمان بيعزل الناس، الإيمان يمزج الناس. الإيمان يمزج الناس مزج، علشان يبقوا إيه؟ زي ما قال النبي، جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الإيه؟ شوف كلمة فمن خاف من موص جنفا. موص يقتضي موص، وموصى له ووارث، مش كده؟ الجنف أو الاسم هيجي من الوصي إزاي؟ يعمل إيه يعني؟ أم قال لك يوصي للقريب ويسيب الأقرب، يوصي بأكثر مما افترض. نكاية في الوارث، يمكن له وارثين مش عاجبينه، يقوم يوصي علشان ايه؟ يخف. لانك انت ما تفرضش ان الارث دائما للابناء، والابناء النفس البشرية تحبهم، ويقول لك في اخوة ويبقى فيهم جفاف، ولا اولاد اخوة ولا اعمام ولا بتاع، يقول لك ندي للي مش عارف او يحرم واحد. يقولوا فمن خاف من موص، لا في بتكلم في الوصية، فمن خاف من موص ايه جنفا. يبقى كلمة الخوف هنا من غير ايه؟ لان الموص هو اللي احنا خايفين منه، خلاص. يبقى من غير الوارث ومن غير مين؟ بدليل انه سيقول لا اسم عليه ان ايه؟ ان اصلح بينهما. يبقى هو ليس ايه؟ ليس طرفا. والى لقاء